كاين باك صاحبي، كاين المسؤولين ما كيديروش خدمتهم، ولما كنتكلم على راسي كنتكلم على واحد العدد الفنانة بحالي. كاين الحقرة بشار حقار، بعد ما الانسان عطاه وقرا المسرح، انا ما جيتش هكاك قريت تكونت مسرح، تكونت في عاد دور الشباب، بديت صغيره درت اعمال سينمائيه، يعني جاوني فرص اهم من المسرح، فضلت ندير المسرح. ملي غنفيق من القلبه غنلقى راسي تروطار، غنلقى راسي مهمشه، غنلقى راسي في الحضيض، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمه كنسمعها من واحد العدد ديال الاعلاميون. علاش انا ما استغليتش؟ انا كرهت نكون احسن. الوقت اللي ما استغلتش والناس المحيطون، كاين ايادي خفيه اللي ما استغلوش، استغلوا وحاولوا يسدوا عليا البيبان. طبعا ما نكرش، كان الوحيد اللي اهتم شخصيا هو السي الناصري، الله ينصرو، الله يعاونو، الله يسهل عليه، الله يبعد عليه ولاد الحرام. وغنبقى دائما نشكرو رغم انف على واحد العدد من الناس ما كيبغيونيش نبقى نقول هاد الهضره، وغنبقى نقولها حتى نموت. هو اللي شرى ليا شقه، انا من ضمن واحد العدد الفنانين كيعانيو من مشكل السكن، ولكن المشكل اللي كاين هو هي دار الشقه عطاها ليا في 2016 وما خلصتش الضوء، ثلاث شهور ما عنديش باش نخلصو، قطعوا ليا الضوء وانا باقا ما سكنتش فيها. دونك خصني شي حاجه باش نعيش، خصني عمل مستمر. كاينش يلا هاد العام خدمت مع 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 الناصيري في هاد السيتكم، ما كاينش حاليا ما كاينش، ولكن اللي كاين هو غيكون جد اللي غيكون هو لانني انا مريضه كنحس براسي شويه نوقف على رجلي، غندير فرقه المسرح. انا كانت عندي فرقه سابقا وخدمت في عده فرق، انا تكويني مسرحي غندير فرقه المسرح، بغيت على صحتي، حتى الصحه حتى هي ما معاونانيش، غندير فرقه المسرح وداكشي اللي بقى من عمري نكملو في المسرح. Thank you.